تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. الاستاذ مرتضى احمد محمد منصور ابو العيله، الراجل الوطني المحترم اللي ما بيطلعش من بقه عيبه، اللي ما بيغلطش في حد خالص، اللي ماشي بما يرضي الله في حياته وفي بيته وفي قناته وفي اي مكان بيتواجد فيه. فجاه كده لقيناه وعلى غير العاده قرر ان هو يعني يدي كلمتين حلوين للفنان المحترم القبطان نبيل الحلفاوي، اللي الناس كلها بتشهد بأدبه وباحترامه وبأخلاقه. مرتضى منصور قرر ان هو يعني يسبه سب يعني بدون سبب، علشان الراجل كتب بوست على تويتر: احنا بندي نادي الزمالك الدوري العام إعارة لمدة سنتين. كلام في إطار الهزار، في إطار المحبة، في إطار الكوميديا، في اطار عدم التجريح او التقليل من اي حد او الخوض في اي نقاشات رياضيه. بوست عادي، بوست فاني. مرتضى منصور ما عجبوش الكلام وقرر يديله يعني طريحه محترمه بدون اي سبب. وزي ما قلت في البدايه، مرتضى منصور يتسم بالاخلاق العاليه وبيتسم الروح السماحة وروح التواضع والأخلاق اللي مفيش حد في الدنيا يختلف على يعني رئيس نادي الزمالك. أهو أدينا بنقول كلام أهو حقيقي، يعني عشان محدش يقول إن إحنا بنكذب ولا كده. والدليل الكلام اللي هتشوفوه دلوقتي، الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي، الكلام اللي قاله الأستاذ مرتضى أحمد محمد منصور أبو العالم. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف قال ايه على نبيل الحلفاوي بالصوت والصورة، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا، قناة الاهلاوية على اليوتيوب. اخواتي الاهلاوية المشتركين في القناة يفعلوا زر الجرس واختار كل الاشعارات عشان ما يفوتهمش اي فيديو ينزل على قناتنا. يلا نطلع ونسمع ونشوف الخلوق مرتضى قال ايه، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. اول حاجه عيل تافه كتب لك انه احنا بندي لنا الدوري سنتين اعاره للزمالك، وللاسف ممثل عنده 101 سنه ومخه ضرب ومفوت، يعرف ايه؟ يعني انا النهارده اقسم بالله العظيم لو كابتن محمود، وايه الهجان اللي انت عامله يا ده نبيل الحلفاوي؟ يا تافه ده، هي واد نبيل حلفاوي ممثل كومبارس كده، ايه الادب؟ وبقول اشرف زكي بتلم الواد اللي عندك ده اللي عامل بوست منتهي قله الادب والسفاله، نستورد ناس؟ تخلى عند اهلك دم يا كومبارس، ما تخلى عند اهلك دم يا كومبارس. يا ست فردوسي عبد الحميد يا محترمه، ما تقولي لنا انت توتيه ليه؟ ما تخلى عندك دم، خليك محترم. ويكلموا بقى عن الفتنه وعن البتاع. طب انت المفروض عندك مثلا 87 سنه تبقى بني ادم عادل عاقل كده ومحترم. انا بتساءل المسؤولين في الدوله، هل الكلام اللي سمعتوه ده يرضيكم؟ يرضي ان هو يبقى على مسامع الشعب المصري؟ هل يرضيكم ان شخص يطلع على شاشه التلفزيون يقول ده كومبارس، ده تافه، ده فاشل، ده مسود، ده عنده مش عارف كام سنه، ده مش عارف ده عنده ايه، اشرف صبحي مش المفروض ما يسيبوش؟ هل ده ينفع يرضي الشعب المصري؟ يرضي القيادات السياسيه في مصر؟ هل ينفع الكلام ده؟ عشان كتب بوست كلمتين: احنا بندي الدوري للزمالك اعاره سنتين. ايه العيب في كده؟ ايه الشتيمه في كده؟ ايه قله الادب في كده؟ ايه اي حاجه في كده؟ ده الراجل بيضحك بيهزر. يعني حضرتك ما بتشوفش هزاز الرؤوس عندك بيقولوا ايه على تويتر وفيسبوك؟ والاستفزاز البين للكابتن الخطيب، عمرك شفت اي مسؤول من النادي الاهلي طلع وقل ادبه على اي حد عشان كتب بوست؟ واخرتها ايه يعني؟ انا عايز اسال بس سؤال، اخرتها ايه؟ الدوله ساكته ليه على اللي بيحصل؟ عاجبها؟ مبسوطه من اللي بيحصل؟ طيب اهو ده مش الخطيب، ده راجل فنان وراجل محترم وراجل بيقدم فن راقي ومحترم، وعمره ما عمل ادوار فيها اسفاف ولا فيها ايحاءات ولا فيها خروج عن النص، راجل بيقدم فن محترم وراجل بطل مش كومبارس زي ما قال مرتضى. هل يرضي
اي حد في الدنيا الكلام اللي حضراتكم سمعتوه؟ الاخر ايه؟ النهي ايه يعني؟ احنا عايزين نفهم بس، هو مرتضى مش عليه شهر حبس؟ مش المفروض يروح يقضيه؟ انا بس بتساءل، هيئة تنفيذ الاحكام فين؟ فين هيئة تنفيذ الاحكام اللي المفروض تنفذ الاحكام القضائية؟ خلاص القاضي اصدر حكم، جهة التنفيذ هي وزارة الداخلية، فين بقى وزارة الداخلية من ان هي تشوف لنا الحل فين؟ الدنيا ايه؟ يطلع مسؤول من وزارة الداخلية يقول لنا انتوا ما بتقبضوش ليه على مرتضى؟ ليه؟ ايه السبب؟ هل في مانع ما؟ في عارض ما؟ في شيء ما؟ احنا عايزين بس بنتساءل. لكن الاستاذ مرتضى احمد محمد ابو العلا يطلع كل يوم يشتم اي حد وكل حد، ومصر كلها بتتشتم. ده لو يعرفني كان شتمني، كان قال عليا ما في ال يعني كان قال عليا زي ما هو عايز، زي ما هو عايز، لكن ما يعرفنيش. بس اللي انا عايز اساله بس، الى متى الرياضه بتاعتنا هتبقى بالشكل ده؟ تبقى شتيمه لده وده 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 وده، ولما حد يجي يقول له انت قلت، واحنا يقول لك انا هقدم بلاغ في صد رد، انا هقدم بلاغ في ملاك روماني، ملاك اشرف ملاك، هقدم بلاغ مش عارف في احمد اسامه، هقدم بلاغ مش عارف في العساويه، هقدم بلاغ في الدخلويه، هقدم ده الناس بتجيب كلامك وبتعرضه للناس وبتقول الدوله فين من الكلام اللي بيتقال؟ لا قالوا لك امك ولا ابوك ولا خالتك ولا عمتك ولا حاجه. الناس بتجيب كلامك اللي انت بتقوله على التلفزيون. في حاجه في القانون اسمها ايه؟ الذوق العام. انت خدشت الحياء العام او الذوق العام، دي عقوبه في القانون. فين الكلام ده؟ وعلى فكره دي قناه عامه، يعني مش مثلا انا جايب شريط فيديو ايام زمان، شريط فيديو حاطه في الفيديو وبتفرج عليه، او جايب حاجه خاصه. لا، ما دام انت ارتضيت ان انت تبقى شخصيه عامه لازم تحترم كل الناس عشان الناس تحترمك. لازم الكلمه اللي بتقولها بحساب، ما تطلعش كلام وخلاص. نبيل الحلفاوي عشان كتب بوست قال احنا بنهدي الدوري للزمالك اعاره موسمين، ايه المشكله يعني؟ لا قال، لا جاب سيرتك ولا جاب سيره حد في العاملين في نادي الزمالك، ولا اداء حكام ولا احتواء ولا عصام هناء ولا اي حاجه، ولا اي حاجه يا استاذ مرتضى. بس انا بسال المسؤولين، هنفضل في الموال ده لامتى؟ الواحد خلاص تعب ومل من الكلام في هذا الامر بشكل مستمر وبشكل يومي، ومش انا بس اللي بتكلم، ده كل الناس بتتكلم في هذا الامر. هو مرتضى فوق القانون؟ مرتضى ما بيتحاسبش ليه على الكلام ده؟ هو ده مش ده سب وقصف يا ناس؟ انا نفسي افهم بس. حتى لو صاحب الامر ما رفعش دعوه قضائيه على مرتضى، في حق المجتمع، حق ده اسمه حق من حقوق المجتمع. انا ما ينفعش ابني يشوف الكلام ده، ولا بنتك ولا اخوك ولا اختك ولا امك، ما ينفعش. بس هنقول ايه بقى؟ هتجيله من فوق زي ما جت لمرسي ومبارك والقذافي وصالح وناس كتير من فوق، هتجيلك من فوق، هتجيلك من فوق. اذا كان العداله في الارض مش راضيه تتطبق عليك، او مش نافع انها تتطبق عليك، عداله السماء هتجيلك من فوق. عظماء العالم، عظماء العالم اتبهدلوا وكانت نهايتهم سودة. القذافي ده ما كان من عظماء العالم، كان راجل امبراطور وكان عايز يعمل عملة موحدة، وكان عايز يبقى يعني كان بيطلق على نفسه ايه اقول لك، كان بيطلق على نفسه سيد اسياد افريقيا تقريبا كده. كان عايز يعمل عملة ذهب موحدة في افريقيا، وكان بيطلق على نفسه ان هو سيد اسياد افريقيا. فاللي انا عايز اقوله ان هو توفى بشكل مأساوي، وهتلر انهى حياته، ومبارك اتعزل ودخل السجن، وبعد كده طلع من السجن، وبعد كده توفى. كل جبار وكل متعجرف ربنا اداله فوق دماغه. فاستاذ مرتضى اتعظ، اتعظ من الناس دي. الناس دي شوف كانوا فين؟ كانوا حاطين رجل على رجل وبيحكموا شعب بحاله. فما ينفعش انت في يوم من الايام تنسى الناس دي نهايتها كانت شكلها ايه.
لان ممكن نهايتك تبقى زيهم. ممكن ربنا بيختار لكل من ادم نهايه، اختار ده يموت ازاي وده يموت ازاي وده يموت ازاي. لكن انت مش عايز تتعظ من الناس العظماء اللي كانوا متعجرفين على شعبهم وماتوا موتات بشعه وموتات شنيعه، عشان دي تبقى آية من ربنا ليهم ولغيرهم علشان يتعظوا، وانت مش عايز تتعظ، تشتم في ده وده وتشكك في ده وتشكك في ده وتقول على ده كذا وده كذا وده كذا. طبعا نبيل الحلفاوي لا اخوان ولا في مجلس إدارة النادي الأهلي ولا مستفيد حاجة، طالع تقول له يا كومبارس يا اللي فيك يا فاشي يا مسود. يعني مسود؟ هو ربنا خلق البني ادم ابيض واسود يعني انت بتلوم على جماهير النادي الاهلي انها بتتنمر على شيكابالا، وانت لما بتتنمر على نبيل الحلفاوي ده عادي عادي صح؟ هنقول ايه؟ الواحد زهق ومل من كتر الكلام والقوالة. بس يلا ماشي، مش الدولة عايزة كده؟ ماشي، ربنا كبير ومش هيسيب اللي بيحصل ده كده ايه يعدي بالسهل. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه اللي مشتركين بالفعل في القناه، اتاكد بس ان انت فعلت زر الجرس ومختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي. السلام عليكم.